صباحك الله برضه يا اخوي ابو عزيز. يا حياك الله. انت ويومك الكرام الله يحفظك. انا بس طال عمرك اول شيء طال عمرك عندي بس كلمتين بتكلم فيها. اول شيء مبارك النادي الهلال حصوله على الدوري. يستاهلون. وانا مسؤول عن كلامي، الدوري انتهى للهلال طال عمرك. واللي يقول غير الكلام ما يفهم. الشيء الثاني يا طويل العمر الناشد. الناشد معالي المستشار دكتور ديار الشيخ بانقاذ نادي النصر لان اتحادنا طال عمرك لا يهش ولا يمش ولا عمرهم انتقدوا اي انتقدوا اي نقطه يا طويل العمر من اي شيء. تجنيس كان غلط ما استفدنا منهم وكل واحد منهم والله صوب والله ما عمهم ولا يحلون. صار انا اجزم ان الاتحاد الكويتي الان افضل من الاتحاد السعودي. انت تشجع يعني انا سبع عمرك نصراوي. نصراوي اي نعم طامر وافتخر اني نصراوي وافتخر اني نصراوي. تفضل. اي دائما مظلوم. لا لا ما هو مظلوم ما هو مظلوم يكفينا النصر وموجه اصلا لو انت مو مظلوم ما تصير نصراوي. وش تقول؟ اذا انت مو اذا قلت مو مظلوم ما تصير نصراوي. لا 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 لا, لا. النصر يكفي يكفي العالمية صعبة قوية واركانه وانا اقول لكن انا اقول الان وعلى الهواء يا ابو عزيز الدوري للهلال يستاهل. مشكور اكيد للهلال لانه ما في منافس بس التوضيح